حرف الصاد تطرقنا إليه، ولكن التدريب أيضا مهم. حركة واحد، اثنين، ثلاثة. الوصلة دي مستقيمة. حرف الطاء واحد، يتميز بالاستطالة أكثر. القائم زي ما قلنا قبل كده بهذا الشكل. وعايز اعمل طاء ألف، عايز ارسم الكاف ألف ثم باء، الجزء الثاني من الباء، وهمزة بسن القلم رقعة، كذلك اللام. أحافظ على رسم هذه الحلية والنون، يبقى واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لحد هنا. والنون واحد، اثنين، ثلاثة، وكذلك الكاف واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهنا أربع نقاط، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. طبيعة الحال اتصال الحركات مهمة جدا، بس احنا بنفصلها عشان توضيح. في رسم لكاف نقول عليها كيف الثعبانية، واحد، اثنين، شوف الحركة، طلعت أعلى شوية ونزلت. في الرجوع هرجع نفس الحركة، هذا الفراغ لا يزيد عن نقطة، واحد، اثنين، ثلاثة، وده ممكن يزيد لحد ست نقاط. والحركة المئوية دي مهمة، تدي جمال دي رسم حرف الكاف. أقدر أستخدم الكاف دي في كلمة كتب مثلا، هذه السنة الثانية، وهذه الباء، كتب. رسم حرف الميم، واحد، اثنين، ثلاثة، تنزل تحت السطر، هذا نقطتين، وهنا نقطتين كميزان. والقلب بتاعتنا برضو أربع نقاط، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. رسم الميم بشكل آخر، حركة واحد، اثنين، نفس الميزان ثم نزول. في أشكال الميم أخرى، هي زي ميم، ميم، زي الميم بالشكل ده، زي الميم، بالشكل ده،
زي الميم بالشكل ده. أشكال متعددة طبقا للمكان والتصميم.